أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم السيد فوزي صاحب خيال الخليج للعطور. أستاذ فوزي، نورتنا ونورت برنامج رواد الأعمال. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. عليكم السلام ورحمة الله، منورة بوجودكم وشرف كبير أن قدومكم أن اليوم على الشركة. فوزي سويدان، سوري الجنسية، من ولد الإمارات. مشيئة الله، الحمد لله رب العالمين، نشأنا في عام 2011 في مجال العطور، وانطلقنا من القرية العالمية بدبي وبالتحديد من الجناح الكويتي، وكانت الانطلاقة من دبي من الجناح الكويتي في القرية العالمية. ومن انطلاقة دبي قررنا إدارة الشركة أن نتوسع، وتوسعنا انشأنا محل مقر الشركة في إمارة عجمان، وانطلقنا من عجمان والحمد لله رب العالمين تمت الانطلاقة، وكانت الانطلاقة ناجحة بمجهود الصف الموجود عندي وبالمجهود الشخصي الذي احنا قمناه، الجهد الذي قمناه. ونطمح للعالمية ونطمح لتعدد الفروع طبعاً بدولة الإمارات وبالخليج العربي بشكل كامل إن شاء الله. طبعا حابين أيضا نتعرف عن نوع العطور والمنتجات اللي بتقدموها في خيال الخليج. بالنسبة لأنواع العطور، يعني احنا مختصين بكل أنواع العطور، إن كانت العطور الفرنسية، إن كانت العطور الشرقية، إن كانت المخلطات العربية، وأغلب اعتمادنا على المخلطات العربية، لأن المخلطات العربية الزبون يسعى وراء الشيء المميز. يوم بيكون عندك خلطة مميزة، الزبون عم برغب لها وعم بطلبها بشكل استمراري. أكيد. والحمد لله رب العالمين بشكل عام أنه توفيق من رب العالمين، الوضع ممتاز جدا الحمد لله. طبعا في ظل المنافسة في مجال العطور وجميع مجالات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لازم يكون عندك لمسة مميزة حتى تتميز عن غيرك. حابين أيضا نتعرف عن المميز عندك عن باقي المنافسين. أستاذ العزيز، المنافسة كبرى. صحيح. في الإمارات كبرى، لأنه الإمارات العربية المتحدة من أكثر البلدان العربية التي تشتهر بصناعة العطور وتسويق العطور على مستوى الخليج وعلى مستوى الشرق الأوسط. هناك منافسة قوية. يعني بشكل عام احنا المنافسة هاي بالجودة وبالتمييز، عندنا شيء مميز بالرغم بالزبون فينا، وتوفيق من رب العالمين. طبعا اكيد في دولة الامارات بدون هدف مستحيل انك انت تكون ماشي في هذه الدولة. حابين ايضا نتعرف عن الهدف اللي رسمينه في السنوات القادمة. الهدف إن شاء الله على العالمية، الهدف إن شاء الله الأفرع، تعدد الأفرع. الهدف إن شاء الله مصنع كبير إن شاء الله يكون من مصانع الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة إن شاء الله. طبعا نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق والتميز من برنامج رواد الأعمال. طبعا دولة الإمارات الأمن والأمان في الدولة والنعمة التي يحسد عليها جميع من يقطن هذه الأرض الطيبة. حابين أيضا نتعرف كيف ممكن الأمن والأمان يساعد على استقطاب المستثمرين من خارج الدولة، كيف ممكن يأثر أيضا على استقرار السوق في الدولة. الحمد لله رب العالمين، البلد تنعم بالأمن والأمان وجهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. هناك توفير من أقصى معايير الأمن والأمان للمواطنين وللتجار وللوافدين وللسياح، والحمد لله رب العالمين احنا بننعم بألف نعمة أكثر من ما نستحق بهذه المواصفات، هي المعايير ومواصفات الأمن والأمان. طبعا في نهاية الحلقة حابين نتشكرك على ظهورك معنا اليوم، وحابين أيضا نتعرف عن كيفية الوصول والتواصل لخيال الخليج. خيال الخليج الموقع على الجوجل ماب موجود، وعندنا خدمة توصيل كافة الدول الخليج والدول العربية والدول الأوروبية على مدار 24 ساعة. طبعا جميع أرقام التواصل سوف تظهر أسفل الشاشة. بشكرك مرة أخرى أستاذ فوزي. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز.
تابعونا كل جمعة والسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله. شكرا.